محسن الحاج القميشي مستشار محافظ شبوة، أهلا وسهلا بك. مرحبا بكم. أستاذ محسن، ماذا عن معركة اليمنيين، معركة الأبطال في بيحان، إلى أين تقدم وكيف تتعاملون مع أصوات النشاز، أصوات الفتنة ممن يخادمون الحوثي؟ اليوم الجيش الوطني قام بترتيب صفوفه وشن هجوما معاكسا ضد ميليشيات الحوثية، وحرر عدد كبير من المناطق، وهو الآن على مشارف مدينة النقود. الأخ المحافظ هو في مقدمة الجبهة، وإلى جانب القادة العسكريين، ويشرف على وضع الخطط لهذا الهجوم. وقد وضع الجيش خطة ستنفذ لاحقا بإذن الله، ستكون حاسمة وستخرج هذه الميليشيات من مدينة النقوب وبيحان وغيرها. يبدو أن الخطر على بيحان آتي من ناطع ومن مديريات الحدود مع البيضاء، كيف سيتم التعامل مع معركة بهذا الاتساع وبهذا الحجم وبهذه الخطورة أيضا؟ ما لم يتم تأمين المناطق المحادة فإن الخطر يظل قائما، كما حصل في تعز حين لم تصل طلائع الجيش إلى المدينة ولم تحرر في 2015. كيف نعاني في محيط واسع في الضالع ولاحق إلى اليوم؟ سيقوم الجيش الوطني بمهامها في على كافة رقعة محافظة شبوة، وسيقوم بمهامه العسكرية في مسرع عملياته، وسيطارد هذه الميليشيات إلى خارج مدينة بيحان، وسيواصل السير والمطاردة لهذه الميليشيات حتى تحقيق الهدف الأكبر والأسمى، وهو تحرير اليمن من هذه الميليشيات الإنقلابية المارقة. نعم، المحافظ كان له تصريح لافت بأن الصحاري شبوة ستبتلع هذه الغزاة، ويعني كان تصريحا يعطي رمزية للمعركة ويقول الكثير عن هذه الوفود والجموع التي أرسلها الحوثي، بعضها راجل، وكيف يغرر بهم ويرسلهم إلى محارق الموت. الحوثي يدفع في هذه المعارك بأعداد هائلة من البشر، ولا يأبه من يقتل ومن يؤسر ومن يجرح. للأسف أن هذه الميليشيات تغرر بكثير من أبناء الشعب هذا المغلوب على أمره، وقد مارست هذه الميليشيات في هذه المعركة نفس الأساليب السابقة بدفع عدد هائل من البشر، وهناك أعداد كبيرة بين قتيل وجريح وأسير. وشبوة بجيشها وأمنها وسلطتها المحلية وكل أبناء المحافظة كلهم عازمون على حماية محافظتهم من هذه الميليشيات الغازية. هذه الميليشيات لن يدعها أبناء شبوة أن تتمدد في محافظتهم، سيقفون سدا منيعا في وجه هذه الميليشيات الإنقلابية المارقة عن القانون. نعم، إذن ضريبة الحرية، شهداء، هنالك من يتألم على وجود شهداء في المعركة، كيف هي معنويات الجيش الوطني مع كل ساعة يتقدمون فيها ومع كل معركة يخوضونها؟ معنويات الجيش عالية جدا تناطح السماء، والمعارك بطبيعتها لها ضريبة ولها فاتورة تدفع، والحرية كذلك لها فاتورة تدفع. فخوض المعارك لا يعني توزيع الورود. خوض المعارك يعني دماء وأشلاء وشهداء وقتلى وجرحى. والجيش الوطني وكل الأحرار الذي يساندونه
يدركون هذا الأمر، وهم يعرفون ويعون كامل الوعي أنهم في هذه المعركة سيقدمون الأنفس وكل غالي.